وسط أجواء روحانية وفرحة غامرة، بدأ ضيوف الرحمن أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى، ثم العودة مرة أخرى لمخيماتهم في منى لاستكمال أداء المناسك بمشاعر منى. يأتي ذلك وسط جهود كبيرة لضمان سير مناسك الحج بشكل منضبط ويسير. يتواصل ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض أداء المناسك ليبدأوا أيام التشريق بمشعر منى ورمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى عائدين إلى مخيماتهم بمشعر منى لاستكمال المناسك وسط تأمين طبي حرصت عليه البعثة الطبية المصرية داخل مخيمات الحجاج المصريين. الحالة مطمئنة بالنسبة للحجاج المصريين، والحمد لله تم انتهاء من وفد عرفات والمبيت بالمستلفى والانتقال إلى منى في ظل ظروف صعبة جدا من ناحية الأجواء الحارة شديدة الطقس وصعوبة الانتقالات فيه نظرا للازدحام. الكادر الطبي قام بمجهود شاق ومضني في ظل الظروف دي، وتم عمل العيادة بالمقر البعثة في منى، وتم مناظرة الحالات و تحولهم بعض الحالات اللازمة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على عمل ندوات تثقيفية من خلال فرق الطب الوقائي هدفها الوقاية من الأمراض وضربات الشمس. بننصحهم ياخدوا الشمسية، يشربوا سوائل على قد ما يقدروا، سوائل سواء مية أو عصاير، بحيث إن محدش يحصل له إن شاء الله الإجهاد الحراري اللي بيحصل في الوقت ده. كمان بننصحهم كمان بالنظافة الشخصية، الاستحمام، غسيل الأيدي. بننصحهم انهم لو اي حد عنده اي مشكلة صحية بيروح يتوجه للعيادة بتاعت البعثة الطبية بحيث ياخد العلاج المناسب ليه. امبارح كنت تعبانه كده وبتطوح وانا ماشيه، فعلا لقيت دكاتره جايين عليا: فيكي ايه؟ انت طالعه لي بقى متاخر، طب انت تعبانه من حاجه، طب انت عايزه نعملك حاجه، بدون ما انا اللي اروح لهم. واحنا بنشكر البعثه الطبيه على مجهودها والحمد لله. كما كانت الندوات الدينيه والشعائر والتي تضمنت اجواء روحانيه كبرى بين ضيوف الرحمن كانت لها النصيب الاكبر داخل مخيماتهم. حجاج بيت الله الحجاج بالمذاهب الأربعة بما فيه التيسير، لأن عندنا القاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، وأكثر عبادة فيها تيسير على الناس هي عبادة الحج. ما سئل النبي عن شيء في الحج إلا قال افعل ولا حرج، فده تيسير كبير على الناس مع حجاجنا بفضل الله خطوة بخطوة في المناسك، معاهم في الطواف، معاهم في السعي، معاهم في عرفة، معاهم في منى، في الجمرات، في كل حاجة، لأن الناس دي مسؤولين مننا أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا لنعلمهم ونعرفهم إزاي يؤدوا المناسك على أكمل وجه وكما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الحمد لله رب العالمين، كان الموسم السنة دي مع الزحام الشديد اللي موجود فيه، لكن كان في تيسير من الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء الحجاج، وشهدنا التجلي الإلهي من الله على هؤلاء الحجاج في يوم عرفة وفي المشاهد. أول ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى أنه اخترنا أن نيجي هنا، لأن الرحلة دي مش رحلة سهلة، لا بتيجي بالمال ولا بتيجي بأي حاجة، هو بيختار عباده. والحمد لله الحمد لله الحمد لله أن احنا عدينا المناسك. وبدأت أيام التشريق بمشعر منى وسط أجواء روحانية عالية بين ضيوف الرحمن، فالكل في سباق مع الزمن للفوز بأداء الفريضة والقبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري.